يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، دي اللحظات فعلا اللي بنكتشف فيها ان الحياه عباره عن نفس طالع ونفس داخل، وان هي ملهاش اي ستين طلب، وان الموضوع بتاع ان احنا بنتخانق وقاعدين بنتنافس على حاجات كتير ملوش اي معنى، لان في لحظه واحده ممكن تلاقي الفيشه اتشالت والله والنور قطع، ما بقاش فيه اي حاجه خالص. يعني اريكسون رايح يستلم الكوره مره واحده راح واقع، لولا الانعاشات والحاجات اللي تم التعامل مع الموقف بسرعه كبيره جدا كان الله اعلم الموقف عامل ازاي. اللقطه اللي فكرتنا بلقطه ايدي جاريرو لو انت كنت متابع عالم المصارعه والطريقه اللي توفى بيها داخل الحلبه، لقطه مخيفه جدا. انا ترعبت جدا على وقعه اريكسون، ترعبت جدا على عياط اللعيبه زمايله، الموضوع مخيف جدا جوه الملعب، الموضوع مرعب انك تكتشف ان الحياه عباره عن حاجه تافهه جدا، وان الحياه عباره عن نفس طالع وخارج. دي حاجه احنا عارفينها، بس دي الحياه الوحيده اللي احنا بنخاف منها، وهي حياه ان الموت ممكن يجي لك في اي لحظه. فالحمد لله رب العالمين ان احنا تم التاكيد من المراسلين بان حاله كريستيان اريكسون مستقره، وان الصوره اللي بدات تنتشر في الاعلام كتير لحظه ان اللاعب فايق وهو خارج من ارضيه الملعب، دي حاجه بتمناها جدا، رغم اني بصراحه مش مصدق الصوره دي كتير جدا، لان اللاعب لحظه خروج من الملعب مع البكاء المستمر من اللعيبه بتاع منتخب الدنمارك مخيف جدا، لقطه مخيفه جدا. يا رب سلم، يا رب يقوم بالسلامه، لان اريكسون من اللعيبه اللي بينتظرهم مستقبل باهر جدا في عالم كره القدم، بس ما حدش عارف بكره فيه ايه، ولا حد عارف النهارده فيه ايه. السنه اللي فاتت كانت مع انتر ومستواه نوعا ما ما خدش فرصه كتير مع كونتي، فكان في كلام كتير حواليه في الميركاتو ده، فسبحان الله لحظه واحده زي دي كانت ممكن تدمر حياه لاعب، ولسه لحد دلوقتي الحاله مش مستقره نوعا ما. وبتمنى بعد كل ده ان انا الاقي ان كريستيان اريكسون فاق، وبتمنى بعد كل ده ان احنا نهتدي علشان خاطر دي اللحظات فعلا ان احنا بنخاف فيها، وبنعرف ان الحياه ملهاش اي 60 طلب، انما بعد كده بعد ساعتين ثلاثه هنقعد نتفرج على ماتش بلجيكا ولا كاننا شفنا اي حاجه، لان مع الاسف الشديد هي المشكله بالنسبه لنا ان احنا بننسى، فذكر ان نفعت الذكرى. دي القصه بالنسبه لي في الفيديو، تذكر ان الحياه عباره عن شويه نفس طالع وداخل، فمش مستاهل انك تطبل لاي حد، ولا مستاهل ان انت تقعد تشتم وتتخانق في اي حد، واعرف دايما ان حياتك كلها في لحظه ممكن تلاقي ان مفيش حياه ولا في اي حاجه، وممكن تلاقي النور قطع في اي لحظه. قبل ما النور ما يقطع ممكن تعمل لايك للفيديو، او ممكن تنزل تعمل دسلايك وتشتم في الكومنتات، ونتمنى كلنا ان كريستيان اريكسون يقوم علشان خاطر مفيش مباراه وبطوله تساوي حياه لاعب، لان حياه الانسان اغلى بكتير قوي من كل البطولات وكل المرمات اللي بيدور عليها الفيفا او الاتحاد الاوروبي عشان يلم فلوس دي.